ستادي سكيلز ديال بيج 62 فوكابولري انترتينمنت قلنا انترتينمنت هي الترفيه ماتش ذا ووردز وذ ذا بيكتشرز ماتش هي سيل يعني سيلات واحد وحده نوصلوها ذا ووردز الكلمات مع من مع بيكتشرز اللي هما الصور سبيكتيترز بوستر اكتر كلاون سكرين سيركس اكتوس ستيج موفي ثياتر اذا كلاون ها هو الكلاون مهرج اكتر ممثل و اكتر ممثل و اكتريس ممثله و ستيج اللي هي خشبه المسرح سكرين اللي هي الشاشه و سبيكتيترز اللي هما المشاهدون واحد مشاهد واحد سبيكتيتر سيركس اللي هو السيرك موفي ثياتر اللي هي السينما و بوستر الملصقات دوك الملصقات اللي تيديرهم قدام السينما place the words in these lists we have a list about cinema one other about theater another one for circus for the cinema actor actress poster movie theater they are all related to cinema for theater we have stage actor and actress and for the circus we have a clown show animals tents acrobats الى اخره هادو كلهم عندهم علاقه بالسيرك reviewing vocabulary read about Selma then answer the questions Selma always reviews English vocabulary always هي شي حاجه اللي تديرها دائما reviews يعني تتقرا شي حاجه وتتعاود تشوفها ريفيو ستراجعها English vocabulary كلمات الجديدة ولا الفهرس ولا ديال كلمة جديدة بالإنجليزية she uses هي تستعمل what the word الكلمة the word lists يعني ال list ديال الكلمات in this in his in this book في هذا الكتاب هذا and the word lists in her notebook كاين كتاب وكاين عندها النوتبوك اللي هو الدفتر ديالها تتكتب في الدفتر she often reviews before quizzes وتتراجع في الغالب قبل ما يكون عندها شي quiz يعني شي نقولوا حنا فرض او امتحان do you review English vocabulary yes we should review our English vocabulary which word lists do you use which word lists do you use غالبا حنا تنستعملوا you should have a dictionary خصو يكون عندك ضروري معجم في الدار ديكسيونير في الدار ديال لونجلي Do you review before quizzes واش تراجع قبل الفروض طبيعه الحال حنا كاملين سنراجعوا قبل الفروض skills work with the posters we have here 1 2 3 4 5 6 posters ها مربع خصها ديال الملصقات and complete the sentences حنا هنايا ملصق هذا على الدولي الصالي كل وحده هنايا شنو هذا فيلم مع at 7:30 p.m. at the Dowlies صالي at the Dowlies الدوليز كاينين في سلا وكاينين في الرباط وكاينين في مدن كثيره وكاين فيها فيلم مغربي هو امروكان فيلم امبير فاز فيها هاري بوتر دوليز ديال كازا فيها تشايلدز بلاي هنايا كازابلانكا انترناشونال فير شنو فيه سيركس السيرك كاين في كازابلانكا انترناشونال فير هادو بالنسبه للاماكن اللي يمكن يكون فيهم السيرك كاين تقريبا غير في كازا الرباط مدن وحده اخرى ما فيهاش غالبا ما فيهاش رويال سينما السينما رويال فيها سبايدر مان وثم لا بيسين مونيسيبال فيها سي وورد وفيها دولفينز الساينس فيكشن فيلم از بلاين ات ذا دوليز ان كازا A science fiction film is playing at the Dowlies in Casa. يعني هاد دوليز ديال كازا راه فيها واحد الفيلم اللي هو ديال لا سيونس فيكسيون. There is a circus in Casablanca Fair. قلنا هاي Casablanca Fair فيها circus. Royal Cinema is showing Spider-Man. Royal Cinema هاي فيها Spider-Man. There is a dolphin show in municipal pool. Pool هو هي لا بيسين ولا swimming pool فيها دولفين شو ثم رشيد الوالي
is the main actor. ها هو المين اكتر. بطبيعه الحال هما دائما ملي تيكون عند ملي تيكون شي فيلم تيديروا له وجه الكبير، تيكون هو ديال لاكتور ولا لاكت ذا اكتر ذا مين اكتر ولا مين اكتوس، اهم نقولوا حنايا يعني ممثل ولا ممثله فات الشاشه. كيما تنقول حنا رشيد الولي بطبيعه الحال راه فات الشاشه عندنا في المغرب. ذا مين اكتر ان اي ابخي، هذا هو الاسم ديال الفيلم، هو اي ابخي وماذا بعد. امبير فاز از شوين هاري بوتر، ها هي فيها هاري بوتر الامبير ديال فاز. ثم سبيكين اسك يور انسر اند بارتنر اور اسك اند انسر يور بارتنر، يو ميك ا سوجيشن تو سي ا فيلم. دائما ما تتبغي دير انت واحد الاقتراح تتقول مثلا ليتس جو، افترضوا حنا هذه سهله، ليتس جو تو، صافي ليتس جو تو مثلا نقولوا حنا ليتس جو تو فين، هو قال لك ميك سوجيشن ا فيلم مثلا ليتس جو تو ذا سينما، يلا نمشيو للسينما. اسك وير هو ثم يور بارتنر غيقول لكش وير، سو وير از ذات، فين كاين هذا الشيء، صافي اين السينما، ما كاين السينما بحدا. جيف ذا انفورميشن تقول لي مثلا ات ذا دوليز، ات ذا دوليز سينما. اسك وين، وين از ات، وين از ات، وجيف ذا انفورميشن اتس مثلا ات 7 بي ام، ولا غالبا تكون مع 7 العشيه ولا 8 ديال العشيه في الغالب تكون تيبداو الافلام. اكسبت اور ريفيوز، يا اما يقول لك اوكي اوكي مثلا ذات ساوندز جريت، ذات ساوندز great هادشي تيبان زوين. اها ولا نفترضوا حنايا نو مثلا اي كانت ويقول لك مثلا اي دونت لايك. نفترضوا حنايا انت بغيتي تمشي تتفرج في شي فيلم، اي دونت لايك موفيز كاع، شي واحد يقول لك انا ما عنديش مع الافلام كاع، اي دونت لايك موفيز. اذا انت بحال هاد الطريقه هذه، واحد تيعطي اون سوجيستي واحد الاقتراح، ولا اخر تيقول لك وير وان، وير هي اين، وان هي متى، وتتعطيه انت وقتاش وداك الشيء، وتيقول لك في الاخر يا اما هو اكسبت او ريفيوز. اكسبت يقول لك اوكي، ولا لا يقول لك نو، ويعطي ريزن.